تعد المولدة الكهربائية من أهم الاختراعات في مجال الطاقة والكهرباء، وهي عبارة عن جهاز ميكانيكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية ضمن حقل مغناطيسي على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي. اخترع المولد الكهربائي عالم الفيزياء والكيمياء الإنجليزي مايكل فارادي. صنع مايكل أول نموذج لمولدة كهرومغناطيسية أطلق عليها اسم قرص فارادي، وهي من نوع المولدات الأحادية القطب، وأنتجت هذه التجربة جهداً صغيراً للتيار المستمر وكمية كبيرة من التيار الكهربائي. واعتماداً على مبدأ فارادي، تم صناعة الدينامو الذي يعد أول مولد كهربائي قادر على توليد الطاقة للصناعة، حيث يعمل على مبدأ الكهرومغناطيسية لتحويل الدوران الميكانيكي إلى تيار كهربائي متناوب.